وللمزيد حول تداعيات نتائج الانتخابات وصراع الميليشيات على السلطة ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري. أهلا بك معنا دكتور جاسم. أهلا أهلا بكم، مرحبا. أهلا بك. بداية دكتور جاسم، بعد أن اشترط مقتدى الصدر على الخاسرين حل ميليشياتهم للدخول في تشكيلة الحكومة المنتظرة، الميليشيات تحتشد أمام المنطقة الخضراء، كيف تقرأ المشهد وإلى أين تذهب الأمور برأيك؟ شكرا لكم. يعني كأننا أمام حقيقة لعبة غريبة، كأننا أمام أطراف هي تدعي أنها متصارعة، لكن واقع الحال والتجارب الماضية والخطاب المتناغم والأهداف المتناسقة ربما تجعلنا نشك أنهم ربما متفقون خلف الستار ويظهرون على أنهم أمام تجربة ديمقراطية. ما يجري من مطالبة السيد مقتدى الصدر بحل الميليشيات الأخرى يفترض أن يطبق هذا الأمر على سرايا السلام المتواجدة في أكثر من محافظة، وبالتالي حينما حل اليوم يعني فصائل اليوم الموعود أعتقد أنه هذا لا يكفي. الصدر لديه سرايا السلام وهي ربما تعدل ربع الجيش العراقي، وبالتالي هو عليه أن يبدأ بنفسه قبل أن يشترط على الآخرين أن يحلوا الميليشيات التي يملكونها. نحن أمام صراع بين حالة الدولة ولا الدولة في العراق، وبالتالي هذا الأمر حقيقة لا يمكن أن يصل إلى نتيجة طالما لا توجد في العراق حكومة قوية قادرة على ضبط المشهدين الأمني والسياسي في البلاد. هل تعتقد دكتور جاسم أن الصدر يعني قد حضر لخطط التفافية في حال ملاقات يعني دعوته صدى إيجابي لدى الميليشيات وبدأت فعلا بحل نفسها؟ هنا يعني يعتقد البعض أنه لربما يكون مضطرا لحل ميليشياته، هل حضر الصدر خططا يعني التفافية حول هذا الموضوع؟ يعني أنا أرى أنهم الجميع لا يدري ما الذي سيحصل في الغد، ربما هم متفقون وربما هم فعلا مختلفون. كل الأمور لا يعني لا يمكن التنبؤ بها. نحن أمام نوع من الضبابية، كل ذلك بسبب غياب الحكومة القوية. لو كانت هنالك حكومة قوية قادرة على ضبط المشهد الانتخابي عبر مفوضية الانتخابات لما جرى هذا الأمر. الحكومة قالت خلال 24 ساعة سيتم إعلان النتائج، وفعلا هم أعلنوا بعض النتائج بعد ربما 30 ساعة من انتهاء الانتخابات، لكننا اليوم نتحدث بعد 40 يوما ولحد الآن لم نجد نتائج نهائية للانتخابات، وهنالك حتى الآن حديث عن تزوير وحديث عن احتمالية إعادة العدوى الفرز وحديث عن احتمالية إعادة كل الانتخابات، وبالتالي كل هذه الفوضى الإدارية ناتجة عن غياب الحكومة. لو كانت هنالك حكومة لديها قوات أمنية قادرة على ضبط المشهد الأمني لفرضت الإرادة الانتخابية على الجميع، لكن الحكومة الضعيفة تنتج هذه المخرجات الهشة التي تؤكد مع الأسف عدم وجود دولة في عراق ما بعد 2003. نعم، كان هناك لقاء بين الإطار التنسيقي ورئيسة بعثة الأمم المتحدة جينين بلاسخارت، جدد بعد هذا اللقاء الإطار التنسيقي رفضه لنتائج الانتخابات. في أي سياق تعلن أو ترى هذا الرفض؟ هل نحن أمام مواجهة محتملة لا سيما بعد فشل مبادرة الحكيم ومن قبله كما تعلم قائاني أم ماذا؟ معلوم أن الأمم المتحدة يعني هي جاءت أصلا من أجل مساعدة العراقيين عبر بعثة اليونان، وخلال اللقاء مع الخزعلي أكد لها بأنه يمتلك أدلة على التزوير، وتم الاتفاق بينهما على عقد اجتماع آخر يعني بيان هذه الأدلة التي تؤكد التزوير. وهذا الاجتماع الذي عقد يوم أمس كان بناء على اللقاء الذي تم مع الخزعلي. ربما حاولوا أو قدموا لممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق أدلة على وجود تزوير في الانتخابات. هل هذا سيدفع الأمم المتحدة إلى تغيير قبولها للانتخابات العراقية؟ هل هذا سيدفع إلى إعادة الانتخابات العراقية؟ هذه هي النقطة الأهم.
أما قضية قبول هؤلاء وعدم قبولهم، أنا أعتقد أن المسألة تتعلق بالمجتمع الدولي. إن تم الرفض لهذه الانتخابات من قبل يعني المجتمع الدولي، أعتقد أن حينها ستكون جميع الأطراف في مأزق حقيقي، وفي مقدمتها حكومة تصريف الأعمال المتمثلة بمصطفى الكاظمي. وعليه أنا أعتقد أن الصراع الموجود اليوم هو ليس صراعا من أجل العراق، هو صراع من أجل تقاسم الكعكة في مجلس النواب العراقي. لو كان اختلاف هؤلاء على مصلحة العراق لفرحنا كثيرا، على اعتبار أننا أمام قوة تحب العراق، لكن مع الأسف هذه القوة هي التي فشلت في بناء دولة في العراق، ونجحت في بناء دولة الطائفية في العراق بعد عام 2003. نحن أمام دولة تمثل مكون واحد من العراقيين، وبقية المكونات لهم فتات ما تبقى من المكون الأول، وهذا دليل على أن الحكومة ليست حكومة وطنية. الحكومة الوطنية هي الحكومة التي تنظر لكل مواطنين بعين واحدة، وهي عين مواطنة، وهذا الأمر مع الأسف غائب في العراق، وبالتالي نحن أمام مأزق حقيقي والمتمثل بغياب الحكومة الوطنية. وحينما تغيب الحكومة الوطنية تنتج كل هذه المخلفات وهذه المآسي التي نعيش فيها منذ عام 2004 وحتى الآن. يعني في ظل هذا الصراع المحتدم بين أقطاب العملية السياسية في العراق وتلويح الميليشيات باستخدام السلاح، كيف سينعكس هذا الوضع على واقع الشارع العراقي الذي يعاني أصلا من واقع اقتصادي مزري، ويعني في كافة المجالات هناك سوء أوضاع في كافة المجالات؟ يعني هناك بوادر كبيرة على اقتتال ميليشياوي ميليشياوي، لكن أكثر من زعيم ميليشياوي أكدوا أن الحالمين بمن أسموهم الحالمين يعني احتمالية حدوث اقتتال ميليشياوي ميليشياوي أو شيعي شيعي، هذا الأمر بعيد. لكن أعتقد أن الأمور بدأت تنضج، إن لم يصلوا إلى نتيجة حقيقية ويعيدوا ترتيب المقاعد الانتخابية فيما بينهم، أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى المواجهة. وأعتقد أن الصدر لحد الآن هو مصر على أنه يعني يرتب حكومة الأغلبية الوطنية، وبالتالي كل هذه المناحرات انعكست على الشارع العراقي. لكن هنالك أمر يبشر بخير، وهو أن الوعي العراقي اليوم بدأ ينمو شيئا فشيئا. لا نقول أن الوعي الموجود اليوم هو وعي جيد ومقبول، لكن نقول أن الوعي العراقي بدأ يسير على السكة الصحيحة، ونعتقد أنه ربما خلال عام أو ربما 6 أشهر تبدأ ثمار هذا النضوج الشعبي بالظهور. وبالتالي أعتقد أن هذه القوة لن تكون قادرة على خداع العراقيين مرة ثانية بمسميات طائفية لا يوجد لها سوى لدى الذين ينتبعون من هذه الأحزاب، لا يوجد هنالك أرضية لهذه الخطابات الطائفية التقسيمية التخريبية. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لك.